مشاهدينا السلام الله عليكم، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. وجه رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغوال رسالة إلى وزراء بالحكومة محذرا إياهم من التعامل مع ما يسمى بالوزراء المفوضين، لافتا إلى أن التعامل معهم سيضعهم تحت طائلة القانون. وأضاف الغوال في ذات الرسالة أن كل ما صدر عن الوزراء المفوضين من حكومة البعثة الأممية من قرارات هو محل نظر وسيحال إلى القضاء ليتخذ حيالها الإجراءات المناسبة وفقا للتشريعات والقوانين النافذة. قال مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي لإقانة التناصح الأربعاء إن أغلب المحاور في المدينة تشهد هدوءا حذرا. المصدر ذكر أن منطقة جنفودة شهدت قصفا بالمدفعية وصواريخ الجراد، فيما تحلق طائرات أجنبية في سماء المدينة منذ بداية الصباح. يذكر أن منطقة جنفودة شهدت الثلاثاء قصفا عشوائيا من قبل القوات التابعة لمجرم الحرب حفتر. نفت كتيبة شهداء ليبيا الحرة الأربعاء وجود أي حساب رسمي لوسام بن أحمد القائد العسكري لمجلس شورى ثوار بنغازي. الكتيبة وفي بيان لها ذكرت أن هناك بعض المحاولات لاستعمال اسم وسام في بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ذكرت أن هناك من يحاول استعمال الاسم لأغراض شخصية أو لاستدراج بعض الناس. وأضافت أن الكتيبة قامت بهذا التنبيه نظرا لما يتم تناقله باسم القائد العسكري من أخبار ومعلومات كاذبة. أصدر مجلس شورى مجاهدي درنا بيانا بشأن ميثاق درنا، حيث قال المجلس أن الميثاق التزم بالسمع والطاعة لعلماء ليبيا. وأضاف المجلس في ذات البيان قائلا إن الله قد من على ليبيا بطائفة من أهل العلم الراسخين الذين لا يخافون في الله لومة لائم، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الصادق الغرياني. هذا وأعلن المجلس براءة ميثاق درنا من أي حكم أو تشريع يخل بحق العلماء في الإمامة والبيان، لافتا إلى أن من طعن في العلماء فقد خان الله ورسوله وضيع حق العلماء ودماء الشهداء. ختام الموجز، إلى اللقاء.